بعد ما حيدت الماسك يعني ملي غسلت وجهي راه ما نقولش لكم واحد رطوبيه ونيفي دابا نقي ما فيه لا لي بوان نوار لا والو ديفي محيد باخر يعني واحد الراحه نفسيه ما كاينش بحالها. اهلا لوريداتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. يوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. البنات ما تديوهاش على هاد اللودينات، راني درت هاد الباندا ماشي دايره وصفه لشعري، لا البنات درتها جمعت بها شعري حيت غادي ندير واحد العنايه كامله بالوجه ديالي. من غادي نحيد الجوفي وغادي ندير هذاك الماسك او هذاك نقولوا ليه ماسك اللي تنحيد به لي بوان نوار اللي كنت شاركت معكم شحال هادي. غادي ندير واحد الماسك للوجه ديالي ومن بعد الكريم ديال النهار ديال الوجه وديال تحت العينين. خليكم معايا باش تكتشفوا جميع هاد المراحل في هاد الفيديو. انا نجمع بعدا شعري عاد نبدا نهضر باش نقدر نباري بوجهي. البنات راني عارفاكم كاملين كتعرفوا هذا الشيء اللي غادي نوريكم، ماشي بغيت نوريه لكم البنات، بغيت غير نشجعكم. شوفوا الودنين، بغيت غير نشجعكم باش نتوما ما تبقاوش غير جالسين مرخيين، يعني جالسه في الدار جالسه كتعطي الوقت للطياب الوقت للميناج. بقاو نقادوا الودنين الوقت للطياب الوقت للميناج، فلهذا نعطيو الوقت حتى ريوسنا شويه، ما بقاوش غير هاملين الوجه ديالنا اولا نهملوا راسنا بصفه عامه. اول حاجه غادي نبدا بها يا البنات هي غادي نبدا نحط هادو. راني وريتهم لكم شحال من مره البنات، راهم واعرين 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 بزاف لي بوان نوار. البنات اللي كانوا متابعيني من شحال هادي راهم عارفينهم فيهم. نعاود نوريهم البنات اللي يلا دخلوا معايا جدادات اللي ما عارفينهمش. هادو كيحيدوا لي بوان نوار من نيفيا، كيكون فيهم ديال هاد البلاصه هادي وديال الدقن، وكتكون فيهم ديال الانف. انا دابا ما غنستعملش هنا والدقن، غادي نستعمل غير ديال الانف. هي هادي كتكون بحال هكا، مي كتحل من هنا يا البنات كتحلوها. ها هي راه ساهله تتكون على هذا الشكل هذا، هي كتكون بحال واحد الفاصمه صغيره، كنسميها بحال فاصمه صغيره وكتكون ناشفه. انا البنات كنوري البنات اللي يلاه دخلوا معايا جداد اللي يلاه التحقوا بالقناه وما شافوش الفيديوهات القدام، ها هو كنديروا شويه ديال الماء على الانف ديالنا، كنفزقوا الانف ديالنا راه تتحيد لي بوان نوار من داك الشرفاء. البنات راه غادي نقلب على داك الفيديو اللي كنصورت فيه المنظر ديالها ملي حيدتها مني فيه، حيت دابا بلا ما نعاود نصورها يعني بلا ما نطول الفيديو غادي نقلب على داك الفيديو وغادي نحطو لكم البنات في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي ما شافوش. ها هي كنشدوها بحال هكا وكنحطوها على الانف ديالنا بهذه الطريقه، وكنعاودو نفزقوا اليدين ديالنا وكندوزو عليها هكا من الفوق باش تلصق مزيان بهذه الطريقه. راها ساهله البنات، وكنخليوها حتى كتنشف، يعني كتاخذ لينا 10 دقائق 15 دقيقه على حسب الانف ديال كل بنت، واش الانف دهني بزاف واش ماشي دهني، يعني واش ناشف واش دهني، واش كاين لي بوان نوار بزاف واش ما كاينينش. المهم كل وحده شحال كياخذ ليها ديال الوقت باش انه تنشف. ملي كتنشف البنات راه كتولي بحال القبص، كتولي قاصحه. انا دابا غادي نخليها باش ما نبقاش نضيع الوقت، الوقيته اللي هي غادي تبقى تنشف ليا هادي غادي ندوز نحيد الجوفي بهاد فيتا. البنات ما غاديش نستعمل هذاك الخيط الكهربائي اللي كنت وريتكم، هذاك كنستعملو كنت قلتها لكم ملي كنبغي نحيد الوجه ديالي كامل. دابا انا ما عنديش شعر هنا مازال ما طلعش ليا، عندي غير في الجوفي، داكشي علاش غادي نستعمل هادو. هادو البنات راه زوينين بزاف ديال فيت، كيكونوا فيهم هادو وكتكون معاهم كيكونوا فيهم بزاف ديال هاد الساشيات. هاد الساشيات كيكون فيهم واحد بحال كلينكس بحال لانجات، فيهم واحد الزيت ملي كتحيدي الجوفي ديالك كدهني به باش ما يتشوطش ليك وما يعطيكش الحريق، وحتى كيحيد هذوك النقيطات ديال لاصيغ اللي تيبقاو لاصقين لينا في الجوفي ديالنا. صبروا البنات نمسح يديا حيت يديا فزقوا بالماء باش نقدر نستعملهم. ها هما كتكون بحال هكا يا البنات، كتبقاو تماصيوها شويه، الا كان الجو بارد ضروري خصكم تماصيوها باش كدوب ولا كتدخل فيها واحد شويه ديال السخونيه. المهم انا غادي نماصيها مزيان ونرجع لكم البنات باش ما نطولش الفيديو. ها هي البنات من بعد ما رطبت ليا حيت كانت قاصحه شويه غادي نفرقها على جوج، يعني هذه راه كتكفيني في الجوفي
كتستعملوا غير وحده، كتفرقوها على جوج، كتلصقوا. الاغلبيه ديالكم البنات عارفينها، بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي لا راه جربناها وكتخلي لينا الجلد حمراء ولا كتجرحنا ولا شي حاجه، راه اكيد ما كتكونوش عارفين الطريقه باش تستعملوها، حيت هي خاصها تلصق مزيان وتجروا جره وحده، ماشي كتبقاو تعاودوا ولا كتبداو تجروا شويه بشويه. راه انا عندي لا بو سونسيبل ودغيا كتحمر ودغيا كتجرح دغيا، ولكن الحمد لله هادو راه ما تيديروا ليا والو. فعلا ملي غادي نتف دابا غادي تبان لكم هاد البلاصه حمراء، ولكن دغيا كتبرد هكا، خصها تلصق مزيان. وما خصكمش الوجه ديالكم خصو يكون مغسول، يعني قبل ما تستعملوا هادو ديال لي بوان نوار، قبل ما تستعملوا حتى هاد اللصقات هادو ديال الفيت. هي لصقات دابا، جره وحده كتشدي الوجه ديالك من هنا كتجري شويه، ما نقولش لكم البنات حشمت كاع نوريكم. المهم موسطاش ها هو تحيد والله الا حشمت نوريكم. صافي راه يعني جره وحده كتحيد كلشي، ما كيبقى حتى شي حاجه بطبيعه الحال. ماشي يلاه ملي تيبداو يبانوا الزغيبات الصغيورين، راه خص ضروري يكونوا شويه طويل باش تقدر تشد فيهم لاصيغ. ها البنات من بعد ما حيدت الجهه الاخرى، راني قطعت الفيديو كيف قلت لكم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. غادي ناخذ دابا هاد بحال الا جات يعني الشكل ديالو تتكون فيه واحد الزيت، غادي نحاول ندهن به هاد البلاصه. كيف قلت لكم هو هاد الزيت هذا كيبرد، وفي نفس الوقت الا كانت بقات شي يعني شي لصقه لاصقه ولا ديك الطريفات ديال لاصيغ لاصقين كيتحيدوا. صافي كنحاول ندهن بحال هكا بيديا. هادي راه تقدر تستعملوها بزاف المرات، يعني ماشي استعمال واحد، حيت راها مزيته بزاف، كتستعملوا منها وكتعاودوا ترجعوها تخزنوها حتى كتبغيوها عاوتاني. صافي بالنسبه لهادي اللي دايره انا في نيفي راه مازال ما نشفاتش، غادي نقطع معكم وغادي نتسنى حتى تنشف، وعاد باش نرجع لكم باش نحيدها، ومن موراها نوريكم الماسك اللي غادي ندير للوجه ديالي. البنات ها هي من بعد ما نشفات ليا، راه كنت قلت لكم ما بين 10 دقائق و 15 دقيقه، راه بالضبط خدات ليا 25 دقيقه باش نشفات. كل مره والوقت اللي كتاخذ صراحه على حساب الجو. انا دابا غادي نحاول نحيدها قدامكم غير بشويه، ما كنجروهاش بحال لاصيغ، يعني ما كنجروهاش بالجهد باش كيتحيدوا لي بوان نوار. تيقونا البنات راه زوينه بزاف كتحيد لي بوان نوار من الجذور ديالهم، صراحة زوينة. نعاود نحيد من هاد الجهة، راه كضر شوية وكتحسو بعينيكم كيدمعو، ولكن الصراحة زوينة بزاف. ما نقولش ليكم البنات الكمية ديال الرؤوس السوداء اللي تحيدات، حيت الصراحة شحال هادي ما درتها، راه أكثر من 20 يوم. دابا غادي نشد هاد البونجة هادي، غادي نمسح بها نيفي بحال هكا راها فازقة، وغنمسح هداك الزيت اللي كنت دايرة في الدوفي راني خليته، يلاه غنمسحو دابا. صافي غادي ناخد هاد الماسك هذا. هذا البنات راه كنت وريتو ليكم شحال هادي، راه هو غاسول تقدري غير تغسلي به وجهك، وتقدري ديريه قماش وتقدري ديريه ماسك، زوين بزاف البنات. هو اللي غادي ندير دابا في الوجه ديالي، غادي نطبقه على الوجه كامل. غادي نديرو غير بيديا حيت ما جبتش معايا ديك الشيته باش كندير الماسك، نسيتها وما فيا ما يبقى يمشي يجيبها. ما غاديش ندير البنات في العنق ديالي هنايا، ما غاديش ندير حيت هذا كينشف شويه الوجه، مصنوع من الطين، داكشي علاش ما غاديش نديرو في العنق ديالي، ما بغيتوش ينشفوا ليا اصلا عنقي ناشف. ما نقربوش للدائره ديال العين البنات، ما نديروهش فيها، نديروه غير في الوجه ديالنا كامل. صافي بهذه الطريقه انا ملي غادي نسد معكم غادي نحاول نتقابل مع المرايه ونقادو مزيان، غادي نخليه تينشف ليا،
واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه غادي ناخذ هذا المورد غادي نديروه في القطن وغنحطو على عينيه غادي نمشي نتكى واحد شويه بين ما نشف ليا الماسك ديالي وغادي نغسلو ماشي غادي نمسحو البنات غادي نغسلو بالماء ما غنحكو ما والو وديك الساعه نعاود نتلاقى معاكم باش تشوفوا الكريم ديال النهار اللي غادي ندير للوجه ديالي وتحت وكريم ديال تحت العين حتى هو غادي نتشاركوا معاكم راه كنت قاسمته معاكم في الانستغرام فاش يلاه كنت شريته دابا غادي نوريه لكم هنا في اليوتيوب بالنسبه للبنات اللي ما متابعينيش في الانستغرام بالمناسبه راه نخلي لكم الانستغرام ديالي ايبانغري في تعليق صافي غادي ندير دابا المورد في قطن ونديرو في عينيه ونمشي نتكى يعني حتى نتكى عاد غنحطو على عينيه حيت بطبيعه الحال ما غاديش نبقى نشوف ونتسنى حتى ينشف ليا الماسك ديالي ونغسل وجهي ونرجع لكم هنا البنات من بعد ما حيدت الماسك يعني ملي غسلت وجهي راه ما نقولش لكم واحد رطوبيه ونيفي دابا نقي ما في لا لي بوان نوار لا والو الجوفي محيد بخير يعني واحد الراحه نفسيه ما كاينش بحالها بالنسبه للحجبه البنات راه ما بغيتش انا نحيدهم غادي نخليهم مازال شويه يزيدوا يعمروا ليا شويه كندير ليهم الثومه ولا كنطراسيهم بعد مرات بالعود ديال القرنفل بغيتهم يزيدوا يتكاثروا ليا عاد باش نصايبهم دابا غادي نجيو الماسك ماشي عفوا ماشي الماسك الكريم اللي غادي نستعمل هو هاد اس في ار راه كنت شاركته معكم في الانستغرام اللي خديته دابا راه شهر ونص هادي ولا شهرين اكثر من شهر ونص وانا كنستعملو راه قرب يسالي صراحه زوين بزاف في الانستغرام كنت قلت لكم ما غاديش نتشارك معكم ولا غنقول لكم حتى حاجه واش مزيان ولا لا حتى نجربو والصراحة زوين بزاف واللي زوين فيه اكثر انه تقدروا ديروهم بالليل اولا تقدروا ديروهم بالنهار يعني ما كاين حتى شي مشكل ها هما غادي نصورهم وغنخلي لكم التصويره ديالهم تكون واضحه في الانستغرام غادي نعاود نفكركم راه غنخلي لكم الرابط ديال الانستغرام ديالي ايبانغليف اول تعليق دابا غادي ندير هذا بطبيعه الحال راني توضيت قبيله وصليت يعني ما بقيتش غادي نغسل دابا وجهي كندير هذا في الدائره ديال العين زوين بزاف البنات ما كيبانش لكم الوجه ديالكم مزيت لا بالنسبه لهذا ديال العينين ولا بالنسبه ديال الوجه وكيعطي واحد الترطيب يعني ما كتبانش ديك اللمعه في الوجه ولكن في نفس الوقت كتحسوا بالوجه ديالكم رطب بزاف دابا ما غاديش نهضر لكم عليه بزاف حيت راني عارفه دابا بهاد الظروف اللي حنا كندوزو فيهم يعني ما يمكنش لكم حتى الا بغيتو تخرجوا تشريوهم ما تقدروش داكشي علاش التفاصيل والمكونات ديالو والفوائد ديال هاد لي كريم هادو بجوج ما غاديش نهضر عليهم دابا بالضبط حتى ان شاء الله يسالي هاد الحجر الصحي اللي حنا فيه وديك الساعه ان شاء الله نتقاسمهم معكم بالضبط لاش كيصلاحوا باش اللي بغى يمشي يشريهم يشريهم دابا نتوما تقدروا ترطبوا باي كريم عندكم او اي حاجه كترطبوا بها الوجه ديالكم اهم حاجه البنات ترطيب 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 كنقولها وتنعاودها ما تهملوش الوجه ديالكم الا ما عندكم لا كريم لا والو دهنوا غير بزيت الكوكو او بزيت اللوز المر راه مستحيل يعني حتى وحده فيكم ما تقول لي لا ما عندي لا زيت لا كريم راه مستحيل لا واخا كريم ديال نيفيا المهم اي حاجه قضيو بها دابا اهم حاجه هي ترطيب ديال الوجه بالنسبه حتى هذا البنات راه كنت هضرت عليه في واحد الفيديو سابق وان شاء الله ما غاديش نهضر على التفاصيل عاوتاني دابا بالنسبه للبنات الجدادات حيت راني قلت لكم راني عارفه دابا هاد الظروف هادو واخا تبغيو تشريو ما غاديش تقدروا تخرجوا ان شاء الله من بعد ندير لكم فيديو تفصيلي من اش كيتكون ولاش كيصلحوا كلشي اولا غنحاول نقلب على الفيديو اللي كنت هضرت فيه شحال هادي ونخليه لكم في صندوق الوصف هاد الفيديو البنات درته لكم غير باش نحفزكم انكم ماشي تبقاو عاطين الوقت غير الماكله الطياب والميناج عطيو الوقت حتى لنفوسكم راه كتحسوا بواحد الراحه نفسيه كتنساو الهم شويه الصراحه مازال انا دابا مع التصوير ما كنت دايره لا موسيقى لا والو ولكن نتوما ملي تكونوا كديروا هاد العمليه هادي ديال انكم كتنظفوا الوجه ديالكم ولا كديروا ماسك غوماج ديروا حداكم شي موسيقى اللي كتنسيكم شويه الهم وكتسترخيو شويه انا الموسيقى درتها ملي مشيت نتكى باش كنت كنتسنى الماسك ينشف ليا تما فين درت واحد شويه ديال الموسيقى باش نترخى شويه وبالنسبه لهذاك الماسك ديال لي بوان نوار البنات راه غادي ندير لكم البديل ديالو بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش باش يحيدوا لي بوان نوار ان شاء الله في يا اما الفيديو الجاي يا اما الفيديو اللي موراه غادي نحاول ندير لكم البديل ديالو يعني تصاوبوه ريوسكم راه متوفر في اي دار يعني ما كايناش شي بنت اللي ما غاديش يكون متوفر عندها هذا المكون هذا باش غادي نصايبو
ماسك اللي تيحيد الرؤوس السوداء. هنا وصلنا لاخر فيديو، كنتمنى لا فيديو تكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا تحفزتوا نتوما وناض فيكم الحماس باش نوضوا تهلاو في الحاله. هادو دينات دابا غادي نحيدهم وغادي نطلق شعري وغادي نمشي نتكى شويه نتفرج. دابا راه العشيه هادي، ندير الكوتي ونتكى شويه نتفرج. المهم هنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم باي باي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.